انا تو خديتيني وانا من العرض عمك لازر هو هو الايدول. انا لو كي نحكي عليه نحكي عليه ايدول، هو هو الروح المزيانه، هو هو الحضور المزيان، هو بابا في الحقيقه. خاطر كان 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 كيفاش نقولوها حيت هكا صاينا، معناها انا كأنثى من ريف مدقع وخايب عندي بو باهي برشا، معناها فهمتني، فحكيت عليه بطريقه كيف ما هو صاحب جو صاحب نكته، يفكر يفكر ويقلق وينرفز مرات، اما انا ويا بيناتنا هكا علاقه ياسر مزيانه كما ما انا وامي. حتى امي حكيت عليها بطريقه اخرى تشبهها بقماشها هي ودريتها هي. روح حكيت شكون يا فاطمه؟ اي دون نو، روح حكيت الناس الكل، الناس الكل يظهر لي هو سؤال توا باش يتطرح للناس الكل. روح احنا خديناها كسيبور، معناها محمل نتاع خاطر يقول لك التعله في المسرح منين ماشي ماتيماتيك، ولكن روح هي ياسر في المطلق، هي تنجم حتى على روحها، ينجم حتى سؤال بينها وبين روحها في دارها بالكش نهار هي قررت انها تروح من غير ما طلبوا منها، فهمتني؟ دونك هذوكم هي مجموعه من الاسئله حاولنا نلمدوها فك البوكيه نتاع روح. روح هي تونس الكل؟ كل العالم الكل، الانسان حيث ما وجد، فما حيث ما وجد، خاطر فيها برشا، انا نشوف فيها برشا حكايات الناس الكل، راهي ماهيش حكايه فاطمه المواطنه اللي هكا، لا لا لا، حكايه الناس الكل بحكم احنا في اطار معناها فضاء معين. وي وي تطلع ياسر توا على تونس. قل لي شنو ما اهم القضايا اللي حكيت عليهم مسرحيه؟ كل حكيت على كل شيء، حكيت على الأنثى على الهوية، حكيت على البوليتيك، حكيت على المحبة، حكيت على العلاقات، حكيت على الاجتماعيات، حكيت على الدين، حكيت على المنظومات اللي نعيشوا فيها، فهمتني، حكيت على أفكارنا، فهمتني، مراجعات على القدر اللي مرات القدر هذا يبنوهولك جدودك ولا شنو انت ما دخلتش فيه وتلقى روحك في وسطه هكا خايف في وسطه ومعناه وتعب في وسطه هكا ومتعذب في وسطه وماهمش خياراتك دونك كذا الكل، فهمتني، هو موضوعها كبير ياسر. برا استو كي نعمل 10 عروض تو نزيد نفسر لكم برا روح باهي.